السلام عليكم الإخوان الأخوات. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نعرفكم على طريق السيار انطلاقا من مدينة بوزنيقة في اتجاه الجديدة، وهذا الجزء غادي نشوفوا فيه من بوزنيقة حتى المدخل ديال الدار البيضاء، ثم غادي نديروا الطريق المؤدية إلى الجديدة، يعني بلا ما ندخلوا على وسط الدار البيضاء. وللإشارة في الطريق القصدي الجديدة هي طريق النيل المؤدية إلى المطار وكذلك إلى مراكش. فرجة ممتعة، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله. باش ما نطولش بزاف الفيديو، هذا فقط شوية ملخص. Thank you.